شكلت قلنا الفرقه ديال عيساوه ديال المكناس ياك فاش نعرفوا الصوره شنو سميت الفرقه ديالكم؟ طرف عيساوه مقدم دريس. تبارك الله عليكم. شكلت قلنا على المشاركه ديالكم في هذا الكرنفال ديال المهرجان الدولي بالعرائش. المهرجان والله زوين بزاف، شفنا فيه بزاف ديال الناس، المهرجان في المستوى العرائش جانا زوين بحال الاستضافه ديال المكناس. نعم، ومكناس كذلك كتشهد كل سنه بمناسبه عيد المولد النبوي احتفاليه كبيره بالاخص بعيساوه والطائفه العيساويه والتراث العيساوي. انتم من الناس اللي حافظتوا على التراث هذا في المغرب وداك الشيء، كيفاش يمكن تقول لنا على كيفاش يمكن نحافظوا يعني على هذا التراث هذا في المغرب، نزيدوا نعطيوا واحد الاهميه كبيره والتثمين ديالو؟ ان شاء الله ان شاء الله نتمنى الاخرى الشيء تعاون كل مره ان شاء الله، العام الجاي والعام اللي موراه ودائما التراث عيساوه تنشكركم بزاف على الاستضافه. انت رئيس الفرقه؟ نعم. شكون رئيس الفرقه؟ دريس. اذا غنستضفوا رئيس الفرقه. هذاك رئيس. تبارك الله عليك، مرحبا بك. مرحبا بالناس ديال عبد الهادي بن عيسى ياك؟ تبارك الله عليك. هاد الفرقة ديالكم فوقاش تأسست هاد الفرقة ديال العيساوة ديال المكناس؟ تأسست شي 20 سنة. نعم 20 سنة. واش يمكن تقول لنا على التراث ديال العيساوة، واش مازال محافظين عليه؟ يعني واش طورتوا يعني واش على مستوى يعني الخدمة اللي كتخدموها مع الشباب؟ التراث يبقى التراث الأصيل، يعني ما عيساوه ما عندك ما تزيد فيها، ما غاتزيد. لما دوك تمشي عيساوه تيبقاو. وبالنسبه للشباب دابا كيفاش كيتعاطوا مع التراث؟ واش كتجيبوا شي شباب جداد كيدخلوا معكم ولا؟ ضروري ضروري كاين جديد. والمشاركات ديالكم؟ المشاركات عندي شاركنا في عدة مهرجانات. كتشاركوا في المهرجان السنوي اللي كيتقام بمناسبة عيد المولد ديال عيساوه، معروف هذا المكناس؟ ديال الكلاس ديال الصويرة ديال الوالدين ديال كل العرايش ديال القصر ديال راس الخلف. نعم. عيساوه الناس معروفين. انت الرائد ديال الفرقه، شنو سميتك؟ مقدم دريس. اذا المقدم دريس. المقدم دريس، بالنسبه لهاد المشاركه ديالكم في العرايش كيفاش جاتكم؟ يعني انطباعات والتزامات ديالكم على المشاركه؟ مرة مزيان. دابا هادي عامين علاش نشاركوا معاهم؟ اذا انتم اللي جيتوا العام اللي فات وطلعتوا للصين وطلعتوا للخشبه ومتعتوا فعلا الجمهور يعني، وهذا العام هذا كذلك عاد طلعوا هذا العام؟ هذا العام دايرين معنا كرنفال. هذا العام شاركتوا بالكرنفال؟